بينضم الينا للمزيد من المتابعه عبر الهاتف الدكتور محمد سامح عمرو، استاذ القانون الدولي. تحيه لحضرتك يا دكتور، مساء الخير. مساء النور يا فندم، واشكرك على الاستضافه. طبعا يا فندم، يعني اكيد مهم جدا ان يكون في قراءه تحليليه لما وصلت اليه تطورات ملف سد النهضه، ويعني حراك ربما نسبي حادث متمثل في الاهتمام الدولي بهذه المساله، تحديدا مجلس الامن. ها هي جلسه ثانيه تعقد لمناقشه هذا الملف ولاقرار الحق المصري والحق السوداني في هذا الشان، عدم الاضرار، وفي ذات الوقت ان يكون في قوانين ملزمه بعدم الاضرار بالاطراف المعنيه بهذا السد من الجانب الاثيوبي. كيف تنظرون الى المساله بشكل عام؟ وضع يعني وضع سخيف جدا. اثيوبيا النهارده بدات يعني بتدي لنفسها حق ليس لها في انها تتعامل على مصدر مائي مشترك مش ملكها لوحدها، في دول تانية تشاركها هذا المصدر المائي. هي بتستغل موقعها الجغرافي كدولة منبع، وبتحاول انها بتفرض ارادتها على الدولتين مصر والسودان بشكل تعسفي غير مبرر. وبالتالي ده تصرف لا يليق بدول النهارده بتتعامل مع بعض وتشارك في نهر دولي في يعني سنه 2021. تصرف يعني مفضوح امام العالم. الكل يعلم توابع هذا التصرف. لازم نبقى العالم مدرك الاثار اللي ممكن يعني تصيب مصر وخصوصا السودان من استمرار هذا الوضع والتصرف بشكل منفرد من جانب اثيوبيا. وعلشان كده مصر لها يعني لها موقف مشروع وقانوني وسياسي قوي جدا، والسودان كذلك. ولذلك يتجه وزير الخارجيه بقوه الى نيويورك. كيف تنظر الى تحركات المكثفه لوزير الخارجيه سامح شكري في نيويورك وما يعقده من لقاءات لعرض ابعاد الموقف المصري من قضيه سد النهضه؟ يعني هو تحركات وزير الخارجيه المصري في هذا الشان لابد منها، يعني لابد من تواجده وعرض الصوره كامله. احنا يمكن علشان الموضوع بيعنينا بشكل مباشر فاحنا بنتابع يعني مجرياته، لكن في دول كتير لو حضرتك تشوفي الدول الاعضاء في مجلس الامن قد يكون البعض منهم غير ملم باهميه هذا الملف، اهميه هذا الموضوع بالضرر الجسيم اللي ممكن يقع على مصر والسودان من التصرف المنفرد من جانب اثيوبيا. لذلك وجود راس الدبلوماسيه المصريه في نيويورك بيشرح للوفود وللدول عداله الموقف المصري والسوداني والتعسف الاثيوبي مساله مهمه جدا قبل ان تنعقد جلسه مجلس الامن القادم. هذه جلسه مهمه، انا دايما بقول انها مش المحطه الاخيره، ولكن هي محطه من المحطات اللي مصر بتثبت للعالم كله التزامها بقواعد القانون الدولي واحترامها لميثاق الامم المتحده واختصاصات الامم المتحده. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد سامح عمرو، استاذ القانون الدولي.